يا كابتن محمود، وحشنا كتير. يا انا الاول طبعا بقول لكم كل سنه وانتم طيبين، بالنسبه ان شاء الله حلو شهر رمضان، وسعيد جدا بوجودك وبوجود الطاقم الجميل اللي معاك، ومتشرف بيكم ومشرفين بيتي، وانت من المقدمه متهيألي دي اكتر من حق، يعني كتر خيرك عليها وتحت امرك كابتن. لا يا كابتن حاج، يعني صاحب مسيره طويله واخلاق عاليه جدا. الحمد لله. كابتن محمود عبد المنعم عبد الرحمن. جيت منين محمود الخواجه؟ زمان انا صغير، وانت صغير يعني كان يعني شعر اصفر شويه، كنت ابيضاني كده شبه الخواجات. واللي طلع عليا الخواجه دي كان الله يرحمه، كان في مدرب كان لعيب كوره كبير قوي اسمه شريف الفار. كابتن شريف الفار طبعا، نجم نادي الزمالك، وكان هو كان ماسك مدرسه الكوره، وهو اللي خدني من ايدي من الحلميه الجديده والقلعه، وانا من المنطقه دي ومن عابدين. قال لي انا عايزك تيجي تلعب عندنا في نادي الزمالك. قال معايا اخ زميل ليا اسمه وجدي سالم، احنا الاثنين كان في الوقت عندنا 8 سنين، فخدنا هو ودانا، يعني بدانا نشتغل معاه وكده في نادي الزمالك. فكان بيغلط دايما في اسمي بين محمود وبين مجدي، ان كان في شبه، يعني شبه كبير بينكم وبين بعض، فكان يغلط يجي عندي ما ينسى الاسم. فهو اللي قال لي تعالى يا ابني انت عامل زي الخواجات كده، تعالى خواجه كده. ومن ساعتها طلعت محمود الخواجه.